صحيح لمصلحتنا. خليني ارحب على التليفون بالقموس موسى ابراهيم، متحدث باسم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عادل. اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك معانا. النهارده سياده الرئيس قال انه الاعلام ورجال الدين في المسجد والكنيسه، المثقفين المفكرين، منظمات المجتمع المدني، كل ما دعوا لمواجهه الزياده السكانيه. في رأي حضرتك يا فندم، ازاي نواجه المشكله السكانيه، وليه لغايه دلوقتي مش عارفين ننظم الدنيا والناس تقتنع بفكره تنظيم السياده السكانيه؟ هي طبعا مشكلة اجتماعية في المقام الأول، أو مشكلة ثقافة متجذرة بشكل واضح في المجتمع. ولكن الحقيقة هذه المشكلة في جهود لحلها منذ عقود. على مستوى الكنيسة، الكنيسة كانت من البداية مع فكرة تنظيم الأسرة. أيوة. من منطلق أنه كل إنسان يجب أن يحسب النفقة، ومبدأ حساب النفقة مبدأ ورد في الكتاب المقدس، تحدث عنه السيد المسيح. وكان بيشير إلى كل أمور الحياة. ينبغي قبل أن نبدأ في أي عمل أو نتخذ أي قرار، نحسب حساباتنا بشكل دقيق. يعني نفكر قبل القرار. طبعا. ونفكر فيما بعد القرار، ونفكر أيضا على المدى البعيد. لذا على مستوى المنبر الكنسي، في التعليم الكنسي يعني، هناك دعوة دائمة لموضوع تنظيم الأسرة وتدبير أمور الحياة بشكل صحيح. أيضا في الدورات التعليمية في مجال المشورة الأسرية، اللي هي الدورات اللي بدأت في عهد قداسة البابا توادرس، اللي هي للمقبلين على الزواج، هذا ما أقصده يعني. تتضمن هذه البرامج كلام ونصائح وتوجيهات خاصة بموضوع تنظيم الأسرة. طيب، هل احنا محتاجين وهنا بناقش حضرتك نجدد من الخطاب ده، نحدث منه، محتاجين يعني؟ وكان سؤالي لحضرتك فندم، ليه ما نجحناش بالشكل المستهدف؟ وقلت لي انه في جزء من الثقافة المصرية ليه عامل في القصة دي. طيب هنواجه ازاي؟ هو يمكن في خطاب فخامة الرئيس اليوم وضع الأمر على عاتق القوة المؤثرة في المجتمع بالضبط في هذا السياق يعني، وهم رجال الدين والمثقفين والمفكرين وكل الكيانات اللي لها كلمة مؤثرة في نفوس الناس. ظني انه الامل منعقد على هؤلاء. الامر بدون شك يحتاج الى مزيد من الجهود، يحتاج الى تطوير. يحتاج الى افكار جديده. انا مع حضرتك في التطوير والافكار الجديده اللي محتاجين نشتغل عليها. ويعني انتهاك اساليب حديثه تصل الى عقول والى وجدان الكل ليتغير الوعي، لأنها هي الحقيقة مشكلة وعي في المقام الأول. صحيح. وبشكر حضرتك، وأنا بتصور أنه لازم نشتغل على الملف ده. فكرة الأفكار الجديدة، فكرة إزاي كلامنا يبقى مقنع للشباب ومقنع للناس على مستوى كل الطبقات فندم، لأنه الحقيقة إحنا محتاجين فكرة الفهم، نفهم الناس مصلحتهم، نشاور للناس على مصلحتهم فين، ونقول لهم إنه الزيادة السكانية بتعمل إيه، أنت لما بتخلف كتير أنت، ونجيب النماذج من أرض الواقع، اللي خلف كتير وبيعاني
ده من ايه، واللي خلف على قده والدنيا بالنسبه له ظبطت اكتر بيعمل ايه. يعني اقصد ان احنا محتاجين نقرب من الناس بخطاب بسيط شعباوي اكتر منه نخبوي. ما اعرفش راي حضرتك. بدون شك هو نحن نحتاج الى النمطين من الخطاب. نعم. نحتاج الى الخطاب النخبوي. نعم. ونحتاج ايضا الى الخطاب الشعبوي. نعم. لانه طبعا المجتمع يعني يستوعب كلا النمطين. نعم نعم. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. بشكر حضرتك قمص موسى ابراهيم، بشكرك شكرا جزيلا.